مباشره مع نفس النتيجه اللي كانت تمت في جيبس بين مستقبل جيبس وجماعيه جربه. العقم الهجومي مازال متواصل. نفرجوا بعضنا في التقرير. قمة أسفل الترتيب جمعت ضيفي القسم الوطني مستقبل جيبس بجمعية جربة من أجل الإقلاع. الجليزة بحثت عن الانتصار لكن غاب التسييم، خاصة بعد مخالفة بوبكر نديور وتألق الحارس هشام تمزيتي. ضغط أبناء محمد الكوكي يتواصل ورئاسية محمد الشيباني يتصدى له من جديد حارس جمعية جربة. مستوى اللقاء كان متوسط وانحصر فيه اللعب في وسط الميدان مع انكماش دفاعي للضيوف وغياب الحلول على الفريق المحلي. وحتى الكرات الثابتة ما عرفش فريق جليزة كيفاش يستغلها عن طريق نديور في دقيقة 35. أول محاولة جدية للضيوف كانت في دقيقة 40 بعد تصويبة وسام عبد القادر والحارس بن ثابت متفطن، ثم الهادي برخيص يضيع فرصة سانحة للتسجيل لجمعية جربة في نهاية الشوط. خلال الشوط الثاني دخول قوي للمحليين وتسديدة بلال خفيفي تمر جانبية قبل ما يتجدد سيناريو إذاعة الفرص مع المهاجم إيزاك أمام شباك خالية. مستقبل جابس يواصل الهجوم وركنية يسدد على إثر العمدوني الكرة لكن الحارس بالمرصاد. رد فعل جربة من خلال تسديدة زهير عطية ونديم بن ثابت بصعوبة في التصدي. الحكم ألغى هدف في دقيقة 65 بداعي التسلل من جانب مستقبل جابس. رد فعل قوي لجمعية جربة وزهير عطية تغيب عليه نجاعة من جديد ويضيع هدف محقق، ثم هدف ثاني ملغى لجليزة وسط احتجاجات كبيرة في دقيقة 73. الفريق المحلي ما يستسلمش ورأسية الشيباني ضعيفة، لكن الخطورة من جديد لجمعية جربة وتسديدة وائل بن رمضان تصدم بالعارضة في دقيقة 82 وآخر فرصة في اللقاء يهدرها وجدي المدف في المستقبل لينتهي اللقاء بتعادل سلبي ما خدمش مصلحة الفريقين. غيرنا طريقه لعبنا، تكتيكيا لعبنا الكره معناتها كي نقولوها بريسك جو ديريكت، اللعب الطويل شويه، وهذاك معناتها ساعدنا خاطر زاد المهاجمين نتاعنا كانوا عندهم السرعه وعندهم المهاره وجاو ثلاث اربع فرص كنا نجموا نروحوا بثلاث نقاط اليوم الفوز. مع الاسف ما نجمناش، ما وفقناش الحظ. الحمد لله نقولوا على الاقل نقطه واحده خير من بلاش. ننتظر الانفراج لو كان فماش بروغريسيون معناتها في اللعب، ننتظر الانفراج لو كان فماش خدمه ان ترافاي دو فون كي اي تي في، ننتظر الانفراج لو كان ما فماش معناتها تكاتف جهود بالنسبه للاطار الفني وبالنسبه للاعبين. اليوم شفنا ما لا يقل عن ثمانيه فرص، وقت نتكلم على فرص مانيش نتكلم على ديزوكازيون في 30 ديرني متر، نتكلم على ديزوكازيون ا كونكريتيزي دي باسو فيلي. فما زوز اهداف زاد ما تحسبوش اونتر كيومي ما نجمش نحكي عليهم توا، اشو ما نجمش ديكلاري نشوفوهم في الاحد الرياضي. إذا سعداء جدا أنه الإطارات ما يصرحوش ويكون تصريح مسؤول بهذه الطريقة، يقول لك ننتظروا نشوفوا الصور نشوفوا التقييم ومن بعد نحكيوا. إذا زوز فرق تعرف في صعوبات كبيرة كما قال محمد الكوكي من جهة، عبد الحي بن سلطان ما نجموش شكوا في قدرات المجموعة في قدرات المدربين، ما نعرفوش شنو الإشكال باش يتعداوا يمكن البالي آخر. هشام كيرات نمشوا معاك مباشرة بالنسبة للقطات في المباراة هذيا، فين الإشكال؟ زوز أهداف ملغاة لمستقبل جابس. اللقطة الأولى نشاهدوا هجوم لمستقبل جيبس، توصل الكرة للمهاجم، المهاجم كان متقدم على ثاني آخر مدافع لهنا الكابيتان دي كيب قائد الفريق كان متقدم ومساعد معناها أصابه في إلغائه للهدف في العملية الأولى هذه. شاهدوا كيفاش كان متقدم يروض الكرة ويسجل والهدف معناها فيه تسلل. اللقطة الثانية لهنا ركنية اللاعب رقم 9 في عملية أولى يلعب كرة بالراس تجي قدام قائد الفريق، قائد الفريق كذلك كان في موقع، شاهدوا هنا كيفاش قائد الفريق كان في موقع سليم لأنه فما لاعب مكسر في عملية التسلل. معناها قائد الفريق يضرب كرة في بالراس في المرة الأولى يرجع من الحارس، رقم 5 كان في موقع سليم كذلك جراء قادم من الخلف، الهدف صحيح، الهدف الثاني صحيح لكن المساعد يلغي. والمساعد كان تمركز تاعو صحيح في العمليه، الثانيه كانت ركنيه مفروض يكون في اخر الميدان. شاهدوه كيفاش كان في موقع معناها مفروض عليه كان يكون في الموقع اي فما مهدي فما، لكن القراءه نتاعو كانت قراءه هشام. فما برشا مساعدين معناتها نتاع حكام شفناها اليوم حتى في مقابله الترجي والنجم الرياضي الساحلي، الكره كانت طويله، العكيشي صحيح كان في اللورجو لكن العكيشي ما كانش مسيطر على الكره، مش اخذها مدافع النجم الرياضي الساحلي تاش فوالا وزفر هو معناتها الكره هذه مازالت تو تتعاود في البطوله نتاعنا. وقفه اللعبه وقفه زايده، وقت اللي كان النجم يواصل اللعب خاطر ما عادش معني الملاعبي. بالضبط، ان شاء الله بالتوفيق. اذا زوز فراق مستقبل جيبس وجماعي جربه اللي يعرفوا الصعوبات في الترتيب، نذكر في المركز 14 والمركز 16 ب 8 و4 نقاط لمستقبل جيبس وجماعي جربه.